نادي ننزل؟ لا أنا تمنيت عليها ما أريد أكثر من هيك. دكاترة أعضاء مجلس المادة والاختصاص الجمهور الكريم، ما سيأتي هو مجموعة من الإحصائيات الموثقة والموشومة بحق هذا الملفظ شلون لازق لها؟ صاير لي رومانسي صوتك أنت زعامة ليش ما لزقت لي؟ أقول لك أنت تحكي صدق ولا تشاغل؟ مو هاي قدامك فراشة القلب طارت من يدك وكل شيء ما سويت صاحبك أخذها أقول لك أتلعك لقات لا كم الخوة ما شو احنا قضيناها بس نباول الله يوقفنا ان شاء الله تعرف شو مشكلتنا زعامة؟ ايه مؤدبين كلش بس ما يصير نبقى هيج شنو الهادي ما تقولي شنو الهادي Come on!
جاوب جاوب استاذ علاء، صار علينا هجوم وخطفوا الطباخ استاذ. استعجل استاذ. اصعد. احصائيات السنوات العشر الاخيره يتضح لنا ان نسبه الترابطه بالاضطراب وعدم الاستقرار داخل المجتمع بسبب بعض العادات المتخلفه والتي كانت العامل الاهم في انتشار الجريمة على المستوى الاجتماعي. عجب بسرة. مره واحده بحياتك لا تخزينه صوتك ما اريد اسمعه. الفساد المقنع وهو الفساد الذي يختبئ خلف واجهات رسميه وغير رسميه في مفاصل الدوله والمجتمع. توب انسك. شوف بدر، شوف ابنك يسوي واخر بلدي، شوف ابنك يسوي بي، شوف وجهي، شوف منها، شوف الكدمات، ابنك تعدى علي، روح ابنك تعدى علي. عليك عليك يا بش، عليك يا بش، عليك يا بش، عليك يا بش، تعال 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 تعال، اقعد 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 اقعد، ارتاحي ارتاحي، شوف 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 شوف، بعد منها واحدة، شوف شو مسوي بي، بسيطة 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 بسيطة. شوفي شلون ابنك متعدي علي، ابنك جاوز علي وضربني. عليك يا بنت، عليك يا بنت. ابو جاسم، ابو جاسم، لك هذا قاتلي. واوي، لك واوي، 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 اصحى اصحى. لك من سوى بكم هالشكل؟ استاذ علاء، الغريب اللي هو حمادي. حمادي؟ لك على ساختين حمادي، شيلوهم شيلوهم. واختتم رسالتي ببيت من الشعر للشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد. يا عراق، هنيئا لمن لا يخونك، هنيئا لمن اذ تكون طعينا يكونك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلم، انا مالي على مشاكلكم، الله يخليك، انا زلمه جاي اخلص شغلي واتوكل على الله، يعني بالعربي وبالمشرمحي مهمه ماجوره. حبيب ماما، حبيب ماما، مهمه ماجوره يقول لك خليل، حبيبي بس لا تخاف، انا راح اونسك. معلم الله يخليك، حجز لي وخليني اتوكل على بلدي، ما بدي مشاكل. اوه انت ما سامع بحمادي اللي طب يمه هنا، ما عنده حجز، الحجز مالته بوجهك للقبر. عاجبك احجز لك، اهلا وسهلا. معلم الله يخليك، الله يخليك، حجز لي وما بدي مشاكل وخليني اتوكل على الله. معلم نعم. عندي حل. ايه؟ اذا بدك نعمل بيني وبينك صفقه عمل. يا ولد انت مو سهل. لا صفقه عمل يقول. على كل حال اني راح اريحك هنا، اخلي جماعه يريحوك. مثل ما بدك معلم، امرك. متفق عليه، امرك معلم. غريب. نعم استاذي. اخذوه شيلوه. معلم الله يخليك، الله يخليك. يفتهم ها؟ شنو رايك بهديه خويك خليل وغريب البطل وجماعته؟ احسن من هديه بابا نويل وشرب. تدري هاي شغلتنا، راح تقطم ظهره للغليون قطم ومن ناويج. احنا اسياد الكريستال. والنعم استاذي. نعمه حالك غريب. نعم. عاشت ايديكم واكل زم، وزع للجماعه كراميات. امر. يلا وفتحوا عيونكم زين، فهمتوا؟ لان احتمال الغليون يرجع لنا الضرب. صار
وتؤمر أمر حبيبي حمادي. ألف ألف مبروك أسراء، إحنا كلش فخورين بيك. حبيبي تسلمين، إن شاء الله بيوم تخرجك. تسلمين. والله ذا هي مثلها الأعلى شهوبي، معناها راح تقعدنها أقل شيء 20 سنة. يا الله عساس شلونك أنت؟ لك أنت العام سقطت لين حوار الملك لين ما دبرتي. إي والله. شوف لك حل ويا ابنك، يا أما أني اللي أروح وأشتكي عليه. على كيفك، على كيفك، إهدى، أنا ربي من أول وجديد. اسمع بدر، علاقتنا بينا كلها مشاكل. واني صراحه هيك ما اقدر، لا 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 ما اقدر، انا ابني يبغى نعمل مشاكل ما اقدر، كل ما يروح بحاله افضل. لا 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 يا معوده، اهدي على كيفك، اخذ لك حقك من عيونه. شنو ذنبي؟ ها؟ شنو ذنبي صار بيا كل هذا؟ ابنك مبين ما راح يعوفنا بحالنا ابد. سهله سهله، اهدي، انا راح اجيبه لهنا واطي حظه قدامك وبعينك راح تشوفين، زين؟ لا 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 ما اقدر اتحمل، لا 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 ما اشوفه ويجيني هنا واشوفه ويقعد قدامي ابد ما اتحمل، اعصابي متوتره اني. تقعدي سد تقعدي، بس ما اريد اشوفه. انا قدامك تقعدي. ما اريد اشوفه. ما تشوفينه بس اقعدي، اهدي. اشوفه ابد ما اقدر. هاك. اعصابي متوتره مو مال اتحمله. هاك هاك انفلس، مشي امرك بيها. تحتاجين طبيب دواء، يلا. هذا حقي؟ لا بس يعني. تفضل استاذ بدر. أني أغلى من هيش بهواية، ولا تحاشيني قبل ما تمسح بي القاع، يا أما أنا اللي راح أتصرف. يابا والله بدر، والله راح أشوف له حل. وخرته. عمي بدر، شنو صار بدر بيك؟ صار وين هذا؟ منو؟ يقول لي منو؟ ها مفيد. لك ابني مفيد وين؟ أقول بل الميز. لا لا على كيفك، خابرته وقال أنا هسه جاي ازدحام هسه خابرة. استاذي ما أعرف من وين طلعوا، أنا حاولت وياهم بس كانوا كل شيء واقف. واحد مثل حماد النقس يسوي هيك بالغليون؟ سمعوا، دير بالكم توصلون يمه ولا تحجون وياه. واوي تندل السجن مو قبل هناك وما تطلع الى اني اجي. دخيلك استاذ. شلون راح تنزل المشرحه؟ اخذوه. امرك استاذ. كانوا هوايه وجد جبان. الله يستر. دكتور انا وشهاب راجعين للبيت، تحبين نوصلك ويانا؟ والتاكسة حاضرة ها، بس الكروة دبل. لا عاشت ايدك، سيارتي موجودة، واصلا راح ابقى شوي هنا حتى نحتفل بإسراء. انا بصراحة همين عندي التزام. واني عايف المحل وعندي شغل كلش هواية، بس بالتوفيق إسراء، الرسالة كانت كلش حلوة، واعتقد راح تفيد أكثر الرائد عمران. فيدنا كنا ستار، بالمناسبة ستار قدم معلومات على جريمة كلش كبيرة. جريمة؟ جريمة شنو؟ ظاهر ما قال لي للدكتورة. ستار قدم معلومات للتحقيق مو طبيعية، فادتنا جدا. يلا مرخصتكم، مع السلامة. الله مع السلامة. الله وياكم. السلامة حبايبي. يلا فراس، احنا هم رانا شغل بالمديرية، هم نترخص. انتوا هم حتروحون؟ إذا ترديني أبقى أو في التحقيق ما عندي مشكلة. لا 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 ماكو داعي، أنا راح أبقى شوي أصلا وأروح. يلا فراس، باي باي. مع السلامة. مع السلامة. لك قادر على هاي البنية المسكينة وتعتدى عليها ليش؟ نعتدى عليها؟ وروح أمي كذابة. عبالك أنا عجزت مو؟ كبرت وما أقدر أربيك وجاهزت أنت تربيني؟ إذا كنت ناسي أنا أربيك وبس أربيك. تضربني؟ على مود فد وحدة ما لها أي قيمة؟ شب ما لديك كلمة افتهمت؟ تضحك عليك، هاي تضحك عليك، أصلاً أنا ما إجيت يمها ولا قرباها، هاي تضحك عليك. لك شو تضحك علي؟ طفل أنا مراهق. تضحك عليك، تريد تقطع فلوسك بابا. أنت قلتها بعظمة لسانك، فلوسك يعني فلوسي، أنت شو عليك؟ لا هاي مو بس فلوسك، هاي فلوسنا. إيه أنت مسألة نفسك ليش بصاحبتك؟ ها؟ على شنو عيني؟ أصلاً هي بقد بنتك، يا بقد بنتك، بقد حفيدتك، ليش بصاحبتك؟ على شنو؟ على شبابك؟ على جمالك؟ على شخصيتك؟ على فلوسي، على فلوسي، أنت يا مالتك. بابا شنو يا مالتي؟ أصلاً هاي يسميك شوكر دادي، تفهم يعني شنو شوكر دادي؟ وتقوم تروح تعتدي عليها يا نذل. بابا كافي عاد،
تاكلك هاي اللوتية. اصحى اصحى على زمانك. اسمع اقول لك، اذا مديت ايدك عليها مرت اللخ تشوف شي من عندي طول حياتك ما شايفه. انت اكيد اكيد خرفت. اطلع برا بدر الغافل. اطلع برا. خرفت. اطلع برا. اعترف انه انت خرفت. خرفت. اطلع برا. طلع برا. استاذ مفيد اطلع. مو اطلع. استاذ مفيد ارجع لكم معلمك. استاذ انا اعلمكم. استاذ بدر. استاذ مفيد. استاذ مفيد. استاذ بدر. استاذ مفيد. اسمع عماد، احنا بورطة وما حد راح يخلصنا من هذا الموقف الأسود إلا أنت. شكو الشي تعلمته وتعرفه تسويه. احنا لازم ننجح، لازم. ولا يهمك أستاذ، انطيني 24 ساعة بس وتكون أول طبخة تحت الاختبار، وإن شاء الله إن شاء الله نقاوة الطبخ أعلى من نقاوة الطباخ. بشرك الله بالخير، وأي شي أي شي تريده الولد جاهزين وينفذون، مفهوم؟ حاضرين استاذ. قول خالد. تسلم. اهلا جابر. يلا عيني شدوا حيلكم. جابر تعال وياي اريدك. شفته؟ شوف صاحبك شلون انقلب 180 درجه قدام مهيبه؟ صاير لي رومانسي. شفته؟ اول مره احس بعمران غريب وتصرف بطريقه كلش ما زعاطيط. والله العظيم ابو الخوه لو ما طالعين كان سويت كارثه جو. يا ابو صدق كذب اهدى، شنو الموضوع؟ لا شلون يقول هالوهيبه على موضوع الجريمه؟ احنا مو متفقين هذا السر بيناتنا؟ هسه شلون اذا المنطقه كلها عرفت؟ هذا واحد لئيم، انا من البدايه قلت لك هذا واحد لئيم، بس انت قلت لي لا عمران خوش ولد، عمران خوش ولد، كان المفروض ما نثق بيه. بس اهدى بس اهدى وقول يا الله حقك، ايش تحكي حقك؟ يعني شلون نرجع للمشاكل مره ثانيه؟ ايش بيك ابو الخوه؟ ليش احنا اللي ندور هالمشاكل؟ مو هاي شوفت عينك، الناس تجي وتذب مشاكلها براسنا. بعدين ابو الخوه يعني الى متى واحد يبقى ساكت؟ مرات هم ما نتحمل. والله العظيم صحيح، فعلا الناس تجي وتذب بلاويها علينا. شفت محمود وصال يسوون نفسهم ما يعرفوني، وانا اللي عرفتهم واحد على الاخ، خليني ساكت احسن. يلا ما يخالف اتهم على كيفك هسه، يعني يمكن انا هم الو الو سحر، أنا بالكلية. لا كل شيء ما عندي. يلا ماشي ماشي. هسه شوية وأجيك. باي مع السلامة. ها؟ رجعنا لنفس الموضوع؟ يا ما ودعوفني أروح يم سحار هواية أريح لي. أخلص من طلائب الشلة كلها. يلا لعد وصل نيويورك. خالو؟ برأيك منو اللي سواها؟ أنا أشوف أكو علاسة بالموضوع، وأكو واحد يعرفه موعد طلعة الطباخ. ها؟ اي بس ما حد يعرف بطلعة الطباخ الا ابو جاسم والواوي، بس دول ما يسووها. جابر اني اريد اعرف العلاس منو ومنو اخذ الطباخ واليوم، والا ما اقدر ارفع راسي قدام مهيدي. خالو مهيدي ايش قال؟ كل شيء ما قال، بقى ساكت ولا كلمه حكى. خالو قول غيرها. تذكر اخر مره من دخلي بهاي الحاله صار بي؟ قلب الدنيا قلاب علينا. على مود هيك احنا لازم نشتغل بصمته ونعرف من هو الخاين. جابر واليوم. خالو انا عرفت منه. منو؟ نفس الشخص اللي حولنا الفلوس من حسابه لحساب الطباخ، ماكو غيره. هذا النائب الفاشل اللي رشح للانتخابات وسقط. على قولتك هو فاشل وخسر بالانتخابات، فبعد ما عنده شيء يخسره، وريد يحملنا المسؤوليه، فسوى هاي الإعلاس علينا وفي مالها. أويلي أويلي أبو غفار إذا طلعت أنت اللي مسويها لك هاليومين نحضر فاتحتك. شلونك استاذي؟ حبيبي هميم. يا خالك حمادي يسلم عليك ويقول هاي البضاعة بضعف الكمية، ويقول خليه يوزعها بنص السعر. ماشي ماشي. عزوز. نعم استاذي. وليدي خذ هذا الشكر ضمه بالبوفية وجيب لنا شاين، خلي نعدل الجمجمه. تؤمر امر استاذي، واطيه بالسكانين شاي الاستاذ وخطاره. ايه ميم
قل لي شلونك ويا الاستاذ؟ لو مسود وجهي. والله ما اعرف شو اقول لك يا استاذ حسيب. هالايام اللي صار بي هو حظ الفقر، بس الحمد لله والشكر الله ستر، جاي يشغلني على الخفيف. مو انت خفيف هميم يا ويل، مخال وحمادي كل ما يأمنك على واحد ينهزم من عندك، خليك على الخفيف احسن لك. لا وعنده خبر كلش حلو. طبعا هذا خالك طلع فالذيب ما يلزم. تعلمني بخاله غير هو خفتنا الله يرحمها. الله يرحمها. المهم ان شاء الله الاخبار تطلع ثقيله، مو مثل وجهك هذا الخفيف. ايه عنده اخبار كلش ثقيله. هذا خالك حمادي خاطف واحد، هذا الواحد طباخ مال كريستال يم الغليون. شو تقول؟ سود الله وجهك على هذا الخبر، مثل غراب البين جاينا حتى تقول لي هذا الخبر؟ الله لا يوفقك خالو، كل ما نقول طفت يرجع يشعله، وهذا خالو حمادي ما راح يعوف الموضوع الا يحرق الاخضر واليابس. سحار اللي جاي تطلبيه مستحيل، هاي شركه كلش كبيره. صعب لو مستحيل اردفهم. هو ماكو شيء مستحيل، بس الموضوع مو بهاي السهوله. زين النتيجه شنو؟ فكر بحل ثاني. هسه احنا بسالفه المستشفى، وكان الحظ ويانا، وانت تعرف واحد هناك وجاب لنا التسجيلات، بس هذا الموضوع ما نعرف احد، يعني حتى حاولت انه ويا موظف بس ما جاب نتيجه. انا اشوف احنا دلف وندور بنفس المكان، يعني ايش ما راح نقول ايش راح نحكي راح نوصل لنفس النتيجه. انا ما دا افتهم انت ليش هالقد مصره. ستار فهمني، مو صدفه من يوصل لي ورد بكميات كلش كبيره من نفس الشركه اللي اشترت نص بيتي من اميره. هذا السر محيرني، واني لازم القى له طريقه حتى احل هذا اللغز. الله يخليك، هالمره خلينا نشتغل بشكل نظامي، مو مثل المره اللي فاتت نوقع بيها. كلامك صح، بس قولي شو نسوي؟ تحكين ويا عمران وقدمي شكوى بشكل نظامي، خلي هم يشوفون مسؤوليتهم على الاقل قبل ما يصدر امر قضائي بالاخلاء. وبصراحه التعامل القانوني ويا هيك شركات ترى كلش صعب. من الزواج الطليق الأخير بلشت عندي هاي الأشياء تظهر على نفسيتي، وكنت أحس نفسي أمام مسؤولية أبد ما أتخلى عنها. لقيت نفسي بس أنا أحس بالذنب وهو هامنتي ولا يعطف علي، ولقيت عنده هواي علاقات بنات أشكال وألوان. يوم من الأيام سمعته يقول شقد حلوة هاي الممثلة العالمية، وقمت أنا أفتر على أطباء التجميل حتى أغير شكلي وأصير مثلها، وصرت مثلها. صارت عندي التهابات مزمنة وأثرت على العصب البصري. ما يخالف، أنت هسه كل اللي عليك تعوفين جسمك يعيد ترميم نفسه. وأكو نقطة لازم تفتهميها، دائما الناس القريبين من عندنا كلامهم يأثر بينا، أحيانا حتى يخلينا نفقد الثقة بنفسنا. صح دكتورة، كلامك كله صحيح، وهسه أنا ثقت بنفسي صفر، ولذلك لجأت لمراكز التجميل حتى أجمل شكلي. ما يخالف، أنت هسه راح تلتزمين بالعلاج، بس أنت هم لازم تساعدين نفسك مو بس أني. إيه أني هسه دا أحس روحي أقوى من قبل. وراح تصيرين بعد أقوى وأقوى، تشربين الدواء، تلتزمين بالفيتامينات بوقتها، وهم أكو فد شغلة، حاولي تسوي لك هيك روتين جديد بحياتك. إيه أنا سويت الحياة روتين خاص بيها، بس دا أحس أكو شيء. شيء مثل شنو؟ أنا كل اللي حكيته إلك صار وياي، بس أكو شيء ما قدرت أحكي إلك. إيه شنو هذا الشيء؟ احكي لي دا سمعك. دكتور أنا دا أتأذى، أرجوك إلقالي حل. ست مشكلتش عويصة ويحتاجش عمليات هواية. دكتور أنا وجهي كان كلش حلو، وأنت شوهته، أنت حضرتك شوهت وجهي، قلت لي ماكو شي يحتاج أشياء بسيطة، وتالي متالي هاي أربع عمليات أنا مسوية وكل شي ماكو، وجهي شوهته، قل لي شنو الحل؟ قل لي شو أسوي لوجهي؟ أنت دمرتني. ماكو أي حل، شو أسوي لك؟ الصوج من عندك مو من عندي. والحل يعطينا حل، وجهي خراب حياتي تلفت. ماكو غير نحقن المادة مرة ثانية ونجرب. شنو؟ حضرتك النوبة تريد وجهي يصير حق التجارب إليك؟ أنت ما تخاف من الله؟ لك منطقك هم قد فلوس؟ خربت وجهي ودمرت حياتي، خربت وجهي. نصي صوتك، أنت بمركز محترم،
بعدين المشكلة بوجهك أنتي، أنتي طلباتك هواية، كل ساعة طلبين شغلة، كل ساعة أسوي لك إياها، فرجاءً تفضلي طلعي برا وبعدها ترجعين للمركز. شلون؟ وجهي وحياتي وحالتي النفسية، لك أنت ما تخاف من الله، حسبي الله ونعم الوكيل بي، حسبي الله ونعم الوكيل بي، حسبي الله ونعم الوكيل بي. يعني أنتِ تعتقدين هو هذا السبب الرئيسي؟ إي دكتورة، لأن وجهي ما كان هالشكل. زين ليش ما حكيتي؟ ليش ما اشتكيتي؟ أنا أخاف، أخاف من دول الناس، هذول ما يعرفون الله ولا يخافوه، وأخاف يوصل الموضوع يمهم ويلفلفوه بيناتهم. ما يخالف أنتِ هدي. زين أنتِ وقتها هواي خفتي؟ خفت منهم وحملت نفسي كل المسؤولية، وقلت خاف أحكي وما حد ما يفهمني. لا بالعكس، أنا هسه افتهمتك، بس أنتِ تعرفين اللي يغلط لازم هو يصلح غلطه. إيه شلون؟ عفيها علي، لا يضل بالك. دكتورة أنا ما أحب مشاكل. لا بالعكس، أنتِ أبداً ما راح يصير لك أي مشكلة، أنا راح أحلها. أنتِ كل اللي عليك تلتزمين بالأدوية، وهيك ناس لازم يوقفون عند حدهم. أستاذ عمران، الأمور صارت كلش واضحة، وبما أنه أنتوا كشفتوا المجرمين أميرة وإحسان وإثبات تزوير العقد وجرائم القتل، المفروض هسه أي بيع يصير بناء على تزوير العقد المفروض يلغي، صح كلامي؟ كلام صحيح، بس التحقيق بعد ما منتهي، وحتى وانتهى التحقيق نحتاج أوامر قضائية حتى نقدر ننفذ المتعلقات. بس أنا إجاني بلاغ من المالك الجديد اللي أخذ نص البيت ولازم أخلي لياه. لا تخافين، راح نوقف كل أوامر القضائية السابقة لحين انتهاء التحقيق. ريحت بالي. هم اعترفوا بجرائمهم؟ توصل لك أخبارهم، بس المطلوب من عندك ما تغادرين بغداد، في حال احتاجيناش نلقاك هنا. وأنا حاضرة بأي وقت، وجدا أشكرك أخذت من وقتك. أهلا وسهلا. البنية مشتكي عليك وتقول انت معتدي عليها وضاربها. انا معتدي عليها سيدي، صدقني هذا الحكي كله مو صحيح. انا مضطر اوقفك، ونصيحه مني، شوف لك حل لبنيه مبين عليها واصله. سيدي الله يخليك، شنو شوف لك حل؟ يعني يا حل ما اعرف، حلها بالتراضي. هسه انت شورطك سيدي؟ اصلا هاي لبنيه كذابه، يا كذاب، هاي لبنيه مقطاطه. ما اعرف، شوف لك حل، لأن إذا ما انحلت راح أطب بسين وجيم وتحقيقات وقصص طويلة. زين، ممكن تليفون؟ أريد أتصل. ماشي. شوف ابني شهوبي، أنا رجال ورجلي باب قبري، أريد أفرح بيك حبيبي، أنت أريد أفرح بيك. هسه جاب الموت بهاي القعدة الحلوة قاعدين ومتونسين، يعني حرام علينا نفرح. يا أبا عمرك طويل، صدق كذب، شنو هالحكي يا معود؟ يعني صاير انت وامك حلف ضدي؟ يوم. انت فهمت انا شنو كملت حكي؟ شنو حكيت؟ شنو قلت؟ تفضل يلا، سامعيك سامعيك. راح نسكت وتفضل. لا حبيبي انت، ترى ما يفرح الاب الا احفاده، الاحفاد هم اللي يفرحون الاب ويفرحون العائله. يابا بس انا لحد الان ما لاقي بنت الحلال، واوعدك اول ما القاها اول واحد راح اقول لك انت. اي اي موت يا حمار لما يجيك الربيع. يا بحشر قومي 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 صبي لنا شاي. قومي. اقوم يوم ان شاء الله اوزع الشربه مال العرس. ان شاء الله يوم ان شاء الله. انا خير، شكو تذكر التوك توك اللي جيت بيه ذاك اليوم؟ طبعا اتذكر، ذاك هو موجود. خلي الوالد يجي يهزوه، اريد لك راي ينتظرني بيه. ادري، ايش راح اسوي؟ لا ولا تسالني، اريد اطلع ويا لك راح، اريد اغير جو. تخيل اغير جو ويا صبحي لك راح. تغير جو ويا صبحي؟ اي صدق؟ تخيل اطلع ويا اغير جو. صدق؟ اي صدق. علاوي
هذا اللي هجم على السيارة وخطف الطباخ. شو اسمه؟ اسمه غريب. غريب. خلال نص ساعة أري الصبح إلى قراي ينتظرني بالتوك توك. ماشي. ألو فراس. العفو سيدي، يومنا كان مليان، داحس الجرائم كلها مرتبطة بخيط واحد وبدأت تنحل ورا ما فكينا العقدة. شنو الجديد؟ ورا اعتراف أميرة بقتل أبو عزيز، فريق البحث المشترك راح بحث بأرشيف وظيفة أبو عزيز بالعقارات. حلو، وبعدين؟ اكتشفنا أكو شبكة فساد للتهرب الضريبي ونقل ملكيات عقارية كبيرة كلها كان يديرها أبو عزيز. الظاهر عندنا كمية كبيرة من المطلوبين. يا أخي حس خلية زنابير انفتحت علينا، حتى قضية إطلاق النار على مجموعة الماجد، مرجعنا الكاميرات المراقبة، تعرفنا على واحد منهم. كملت. من هو؟ واحد اسمه غريب حامد، واحد سافل المجرم. اليوم هو تعبنا، مناوي تروح؟ والله لازم أروح، بس باكر من الصبح نصدر مذكرات إلقاء قبض على كل المتورطين. تمام سيدي، الصبح راح تلقاها جاهزة. أنا لازم أروح، عيني ما جاي أقدر أفتحها. تصبح على خير سيدي. شكرا فراس. ضربته وبسطته وطيحت حظه على مودك، أخذت حقك من عنده. تصوري ابني، ابني اللي عمره فوق الأربعين سنة ضربته على مودك، بعد تردين؟ يستاهل، حتى بعد يتربى ويجوز من عندي وما يكررها. زين، بسيطة بسيطة، بس أريد من عندك تقدمين تنازل عن الدعوة. ما راح تنازل عن الدعوة، خلينا لنا كم يوم بالسجن. بس غلطة وغلطة صار، راح أجيبه يمش ويعتذر. زين، يعني هاي غلطة؟ هاي غلطة؟ هاي غلطة؟ ذني غلط؟ اعتذاره غير مقبول وراح يبقى بالسجن وما روح ولا اتنازل. زينب زين، عليك بشهدائي، يبقى هالليلة بالسجن ما يخالف، بس باكر أرجوك من الصبح تقدمين تنازل. لا أستاذ بدر، مو أنا اللي نداسلي على طرف، معلوم؟ أما حاليا من رخصتك عندي أشغال وعندي مواعيد. مع السلامة. نور نور. جيبوه. دخيلك علاوي، مساعدتك. امشي. دخيلك. لا تمشمش مثل النسوان. يلا بسرعة. صار. تعال. دخيلك علاوي. اسمع اقرا. نعم. اسمعني زين، بدك طلع كلش مهمة ويا الغليون. ويا مهادي، شو يريد مني؟ لك لا تسأل. الآن ما أعرف. أخذوه بسرعة. علاوي علاوي، دخيلك علاوي، أمروتك احكي لي ويا الغليون، خلي يعتقني ويعف عني، الله يرضى عليك. موت الدلال، راح نوديك المحجر مال الدكتور. يا محجر يا دكتور يا معود، أنا حتى راسي راح ينفجر. لك تنشاب، لا أوديك للمشرحة. سفيه. خليني خليني على وجع راسي، هو أحسن. هو اليابة هو اليابة المشرحة حسن. مشكلة الإنسان حيوان ناطق، زين الحيوان ليش ما ينطق؟ زين أنا ليش ما أنطق؟ علاوي جيبوه. معلم أنا فكرت جاهز ومستعد أطبخ لك، بس عدم مؤاخذة خلي يكون بيناتنا اتفاق، يعني عدم مؤاخذة من الآخر، الطبخ مقابل السفر. شو قلت معلم؟ لك شنو تطبخ؟ شنو تسافر؟ لك ناصب علي أنت؟ لك معاذ الله معلم، معاذ الله، بس أنا ما راح أطبخ لك لا وقية ولا وقيتين ولا كيلو ولا كيلوين، رح أطبخ لك 100 كيلو. 100 كيلو معلم، تعرف شو يعني 100 كيلو؟ يعني سعرها بالسوق مليار وأكتر، مليار وأكتر، ورح أخليك
مثل النسر فرفت بجناحك وتطير في السماء، تطير تطير، وخلي السوق كله يحكي باسمك الكبير والصغير. معلم فكر بالموضوع وانا جاهز لعيونك. رجعوه. وافق حمادي، وافق. ترى 100 كيلو يعني فوق الغيم. انت اللي قلتها، انت اللي قلتها، فوق الغيم. شلون تريدني افلته؟ وانت منو قال لك راح انفلته؟ دي خليه يطبخ هسه وبعدين الله كريم، لانه قبل الطبخ لازم ايام وتحضير مكان ومواد. الشغله مو سهله وتكلف، والوقت قاعد يداهمنا حمادي. انت شايف هيك؟ اكيد. زين راح اتفق ويا اتفاق، بس انت شنو عليك؟ تقول لنا الغريب يحضر لنا مكان، واليوم غريب راح استراح اليوم، بس باكر من الصبح نبلش نتحرك. المهم نكسب هذا الطباخ. لحظة، هذيك الغرفة مالته ايش بيها ضوء؟ صبحي. نعم. انت سامع بالزايعها والما زايعها؟ كيفك؟ كيفي؟ جاوب لك؟ لا لا، ما سامع. ولا سامع. زايعها يقتل بمزاج. يتفنن. والما زايعها يدق دقات ناقصة وبها دغش مثلك. صحيح، مو خوش طبع. اقرع. نعم. اسمع. نعم. تنتظرني هنا. زين. وما اسمع منك لا حس ولا نفس. ابد. تشوف وتتعلم. صار. مفهوم؟ صار. مو مفهوم. مرحبا. مراجعين العيادات النفسية أغلبكم يعانون من قلة الثقة بالنفس بسبب عمليات التجميل المبالغ بها. أنا ما دا أحكي عن عمليات التجميل التجميلية العلاجية، أنا دا أحكي عن عمليات التجميل المبالغ بها اللي تسبب تشوه بالوجه. والمصيبة الكبرى إنه أكو مجموعة أو بعض مراكز التجميل قاعدة تسوي هاي الشغلات، وهذا الشيء دا يأثر نفسياً على بعض المراجعين. أنا ما راح أذكر الأسماء هسه، بس راح يجي يوم راح أذكر جميع هاي الأسماء مال المراكز حتى كلكم تأخذون حذركم منهم. وأنتوا هم حبايبي، أي أحد يصير عنده مثل هذا الموقف ويتعرض لأي تشويه يروح يشتكي، وبالنسبة إلي أنا راح أشتكي يم النقابة على هاي المراكز اللي قاعدة تتصرف هاي التصرفات واللي تشوه المرضى. وأنتوا هم حبايبي، أريدكم تأخذون حقكم قانونياً، ما أريدكم تسكتون عن هذا الموضوع. حتى أنا عندي حالة وموثقتها ومصورتها تأذت حالتها النفسية، فأني ما أريدكم تتأذون نفسياً من هذا الشيء. شكراً. الرحمن الرحيم. هذا بالله من الشيطان الرجيم. هاي يمه، خير ايش بيش حبيبتي؟ هذا بالله من الشيطان. ايش بيش يوم؟ هذا بالله من الشيطان الرجيم. ماكو شيء يمه، ماكو شيء وليدي. كابوس حبيبي، كابوس كابوس كابوس. ايش يوم؟ كابوس يوم. ايش حلمتي؟ اخوك مهيد شفته يقتل الناس، دم بارد. ارتاحي يوم، ارتاحي، بس نسوي له ثواب باكر ونوزعه. تعرف
تعرف يمه صار لنا سنين سنين طويلة ما رايحين على قبره. ما يخالف أمي ما يخالف. الله يخليك لي يا حبيبي. الله يسلمك إلي. وروحي من الدنيا أنتي حبيب قلبي في دول قلبك. تشربين شوية مي؟ لا لا ما أريد ما أريد حبيبي. ارتاحي قلبي. يلا قلبي لا يظل بالك يمه لا يظل بالك حبيبي. روح روح أنت ترتاحي. روح أنت ارتاح. روح يمه روح روح. لا يظل صحي علي إذا تردين شيء. لا يظل بالك حبيبي. شفيت وعرفت شلونك راح توصل هاي الرساله. صار اللي بالصندوق. صار صار وسع. عرفت ايش راح تسوي؟ عرفت عرفت. ويا ويلك وسواد ليلك اقطع ذيلك. صار 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 صار, صار. ألو راد عمران؟ لا 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 ما نايمة داخل كتاب. أنت إيش صاير وياك هاليومين؟ شو مختفي؟ ما أعرف. أنا كل ما أحس بضغط وتعب أقول أخابر دكتورة وهي ببلكة ترتاح شوية. تخيل مية تعب وما لي خلق أروح للبيت أنام. قلت أخابرها بلكي يرتاح قلبي. إيه وهسا حكينا إن شاء الله راح تقدر تنام وقلبك مطمن. طبعاً مرتاح. واروح ركض انام هسه. تمام تصبح على خير. تصبحي على خير دكتورة وهيبة. باي باي. شو جامدين؟ أحسكم تماثيل؟ لا أحس ولا نفس. ايش قلت؟ الغليون هو مهيدي من زمزم؟